كبيرة لكم وتحية خالصة لكم، مرحبا بكم. لقائنا متواصل ومستمر، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ودائما أنا أستاذ محمد أحليمي، أخصائي في التغذية، وغنمشيو مباشرة عند لأم فؤاد من الدار البيضاء. مرحبا بك للا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو، كدايرة أنت؟ سكينة بخير الحمد لله، الله يجازيك بالخير. كدايرة مصحفة وكدايرة الدكتور حليمي؟ بارك الله فيك وكنشكروكم بزاف بزاف. بارك الله فيك، مرحبا. نطلب الله تبارك وتعالى الله يكونوا لكم هذا الشيء إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة خير. أمين يا رب. شكرا يا ربي. مهم دكتور، أنا عندي واحد جوج سؤالات. واحد السؤال عندي على واحد العوينة اللي كان في الموضوع ديالكم اليوم. لا مرحبا، نوجهك الله يبارك فيك وطول عمرك وكثر من مثالك يا دكتور. أمين. انا واحد العوينة كنت مع اليوم بقيت نحكم، عندي الحساسيه ومشيت على الطبيب وعطاني تقاطر، وهذاك النهار انا عييت بدوك التقاطر، دشيت واحد ما من فارماسي هذاك سيروم وقطرته ونعست. مين عست الصباح دكتور الضبابة على عينيا. لا ولكن هادشي اللي درتي، اسمح لي، هادشي اللي درتي واش بتوجيه من الاختصاصي ديالك ولا درتيها من راسك؟ لا دكتور، ها الفارماسي قالك ديما هذا تتحكي، خاصك دي هادو في المحكيت يا عينك باش ما تبقاش تحكي بزاف باش ما يضروكش عينيك. ديال التيرون. واخا هالنتيجه، واخا النتيجه شنو هي كانت الحاج؟ النتيجه صبحت لي عمتي دابا قاش من مشيت عند الطبيب، الشبكه خرج لي من هذاك الما ديالها. وتبعت مع الطبيب. نعم. اللي تحت المراقبة ما تشي 15 يوم من فوق. نعم. 15 يوم ومشي عنده. نعم. وقالي دابا عطاني شهرين ودابا بقى نفس المشكل العوينة. دابا راه كنشوف هذاك، كنشوف هذاك بحال الزغب. المهم نعم. بغيت عاك ترشدني اشنو هو التغذية اللي تقدر تعوض هذيك ديال الشبكة. الحاجة شوف التغذيه راه هي التغذيه اللي ديما، ما دابا انت في حاله مستعجله اللي خصها تكون مراقبه طبيه. التغذيه نعم التغذيه ما سواء كان عندك مشكل ولا لا، ولكن دابا انت الحاجه اللي يعني الا بغينا نقولوا بشكل مستعجل خاص ضروري يكون متابعه، لان الحاله ديالك هي حاله اللي خصها المراقبه يعني اليوميه. وبالتالي اول حاجه غديري هو غتمشي تتبعي مع الطبيب ديالك فيما يخص الحاله ديالك اليوميه والمراقبه، ان شاء الله الحاله تتحسن، ولكن ضروري المراقبه. ما بالنسبه للتغذيه، التغذيه راه تعاونك، ولكن راه ماشي يعني الحاله ديالك انت تستدعي لوسبيتاليزاسيون، يعني ضروري تمشي عند الطبيب ديالك وتكون تحت المراقبه اليوميه، اللي راه العوينات هذو راه ماشي شي حاجه، يعني راه كل شيء مهم، ولكن العوينات وحاجه حاله مستعجله ضروري سيدتي الكريمه ترجعي عند المختص ديالك وخليك تحت المراقبه معاه. وتاني اما التغذيه انا غنعطيك معلومات عامه، يعني في 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 التوازي مع هذه المراقبه هذه، التغذيه ديالك كيفاش تحسنيها من اجل اننا نعرفوا العين ديالنا كخليه شنو كتبغي، ولكن ضروري تكون المتابعه اليوميه، اقول اليوميه، لان الحاله ديالك ماشي ديال كونترول ديال سيمانه ولا هاد. داكوغ الله يصوب. مرحبا استاذ. نعم فقط اختي كنتينا بالنسبه نعم تفضل. الحمد لله من منين على ميدراد، وراه دابا شي 8 سنين ولا اكثر الحمد لله متبع النظام كله اللي قلتي، وتندعوا معك وترشد الانسان اللي هو ترسبه غافل، تنقول ليه هدير وهدير. انا من دوك اللي هما الحمد لله متبتين وتابعين التغذيه ديالك دقه الله يكبرك. نحمد الله ونشكره. انا وليت بخير في الصحه ديالي في المسيرنات ديالي الحمد لله، وهذه كانت تيشد في البرد بزاف وروجاتني هذاك هاد العوينه هذه شويه علقاتني عليها القلق. بغيت زعما واخا لا نجاوبك ان شاء الله باذن الله. مرحبا بكل فرح، والله يجيب الشفاء والعفو يا رب. تفضل. نعم. شوف نعم، اول حاجه انا قلت لها تمشي ضروري تكون متابعه، لان يعني الحاله كتبغي متابعه يعني يوميه، هذه النقطه الاولى. ضروري استشاره ديال طب العيون وتحبس هذاك الدويات اللي كتاخذو عشوائيه. نعم بالضبط. شوف واحد الحاجه الله يعطيكم الخير، راه ماشي شي حاجه شفناها في الانترنت ولا قالها لنا شي واحد نمشيو نديروها، راه هذه التصرفات مع العينين مع الماكله مع لي كورتيكويد مع الانفلاماسيون مع اي حاجه، راه ما يمكنش انا نمشي نجرب في راسي. الله يعطيكم الخير، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، راه حكمه ربانيه الله يرحم لكم الوالدين باش نتجنبوا. شوف دابا السيده حالتها العامه مزيانه،
النفسيه ديالها مزيانه وجات هذه المساله يعني كتطرق النفس ديالنا، فما بقاوش عافاكم ديروا هذه التصرفات هكا يعني من راسنا. هذه من جهه، من جهه اخرى ما فيها باس، ما فيها باس المستمعين والناس يعرفوا شنو الخلايا، شنو كتحتاج الخلايا ديال العين ديالنا. هي خلايا بحال بحال باقي الخلايا، حتى هي كتحتاج بعض العناصر، ومنها وهذا الشيء كنعرفوه منها فقط اختي سكينه في الساعه الاولى تم الاشاره ديال واحد لو تيرم اللي كيبان شويه، مي الغيتينول، الغيتينول راه هو الفيتامين ا. فيتامين ا هي عائله ديال بزاف ديال المواد ومنها الغيتينول. الو الغيتينول هي عباره عن عنصر اللي كاين من، والغيتينول بالضبط هو اللي كتحتاجه الجلد ديالنا والشعر ديالنا والعين ديالنا، بل واكثر العين ديالنا باش تشوف. بحال التلفازه القديمه كانت نواري بلون، من موراها جاو لي كولور، هكاك العين ديالنا، العين ديالنا من الاول انسان كيشوف لي كولور وكيشوف نواري بلون يعني اسود وابيض. هادو ملي كيشوفوا الالوان ويشوفوا كحل ابيض سميتهم لي كونو لي باطوني. لي كونو لي باطوني ديما كنعاود هذه المعلومه كيخدموا بواحد الماده سميتها الرودوبسين، وهذا الرودوبسين تشتغل بالبرو فيتامين ا ماشي الفيتامين ا، لان الفيتامين ا كاين في الجانب الدهني، بل برو فيتامين ا اللي هو البريكورسور ديال فيتامين ا زائد زيوكزانتين واللوتيين. علاش جدودنا كانوا كيقولوا الجزر يقوي النظر؟ علاش؟ معلومه صحيحه، حيت الا شديتي الجزر وقطعتيه مقطع عرضي دائره كتلقاه بحالو بحال العين. وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. فكنعرفوا حنايا الكاروت فيه الكاروتين، الكاروتينويد، زيوكزانتين، برو فيتامين ا، وبالتالي العوينه ديالنا باش نتهلاو فيها بشكل عادي، يعني ماشي الناس اللي عندهم مشاكل ضروري تكون زياره طبيه. اما الناس اللي كيسمعونا دابا يعني ما عندهم حتى شي مشكل في العين وبغى يحافظ على العضله اللي كتشوف بعيد واللي كتشوف قريب وتشوف القرب وتشوف البعد ويوقع لك الفوكس، سبحان الله العين ديالنا مول الكاميرا راه كيخرج من مثلا شي بلاصه مظلمه بلاصه الضوء، خصو يشد ويقاد الفوكس. العين ديالك كدير الفوكس فيما بغيتي، بغيتي دير الفوكس على واحد لوبجي في البلاصه، يعني العين ديالنا حنايا رائعه بمعنى الكلمه. فباش كنحافظوا عليها كاينه تغذيه خاصه بخلايا العين، وهي اي حاجه خضراء، اي حاجه برتقاليه ففيها الزيوكزانتين واللوتيين وفيها البرو فيتامين ا والكاروتينويد اللي هما كتحتاجهم العين ديالنا من اجل ان يكون فيها. وعد اصغر عروق هما اللي كاينين في العين، داكشي اش مرضى السكري كيوقع لهم سكون ابل غيتينوباتي. غيتينوباتي يعني على مستوى الغيتين. علاش؟ لان السكر كيحرق، ملي كيكون نسبه السكر طالعه في الدم كتحرق العريقات الرقاق. فين كاينين؟ كاينين في العين، كاينين في الكلاوي، وكاينين في القلب، وكاينين في الدماغ. وبالتالي اصغر قطر ديال الدم كاين في العريقات ديال العينين. وسبحان الله العروق ديال العينين من الداخل ديالهم، وعقلوا عليها مزيان هذه المعلومه وعندها علاقه بالموضوع ديال اليوم، العريقات الرقاق اللي كاينين في العين وسط منهم الجدار ديالهم اللي في تماس مع الدم، في سبحان الله واحد الماده كيتسمى الفيرني. الفيرني بحال الفيرني اللي كيعرفوا الناس اللي كيفيرنيو به، هذاك الفيرني خاصو يبقى في ذاك الاوعيه ما يتحيدش باش كيبقى الدم يدوز بسلاسه. بحال مثلا انت عندك واحد الشرجم مثلا كيطيح ليه الشتاء في الوقت ديال الشتاء، علاش كدير له الفيرني؟ باش ما يدخلش الماء. هكاك عاوتاني الدم باش يدوز في هذه الاوعيه اللي هي رقيقه خصو واحد لاكوش ديال الفيرني كاينه على مستوى الاوعيه تبقى. هاد لاكوش هادي مالوغوزمون الناس اللي كياخذوا الحلويات والدقيق الابيض لابليكاسيون ما كتبقاش هاد الطبقه هذه. داكشي علاش الناس اللي عندهم السكري كتبان عندهم الكاتاراكت، كتبان عندهم الجلاله بزاف، وحتى الجلاله ما يحيدها لكش الشيرجيان الا ما قديتيش السكر ديالك، نسبه السكر في الدم. اذا نسبه السكر كذلك تؤثر على العوينات وجوده الدم. مرحبا. مرحبا. طيب استاذ ناخذ معنا مكالمه اخرى، معنا حنان من دار البيضاء. صباح الخير يا لاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه لك اختي سكينه، تحيه للاستاذه حليمي. الله يجازيك بالخير يا لاله، مرحبا بك. الله يحفظك. عندي جوج الاسئله واخا خارج الموضوع. تفضلي. السؤال الاول، الحلقه ديال العدد الشهريه ما شدتش ليا التليفون، بغيت غير نسول الاستاذ واش الرياضه تقدر تمارسها المراه في الوقت ديال العدد الشهريه مزيانه ولا لا؟ شوف واخا لا كنا هضرنا، اسمح لي، كنا هضرنا الدورة الشهرية، كنا هضرنا على آلام الدورة الشهرية وعلاقتها بالتغذية. نعم.
نعم تفضل. انا بغيت نعرف بالنسبه للرياضه واش نقدر نمارسها في الوقت اللي تكون في العاده الشهريه ولا لا؟ نجاوبك ان شاء الله. مرحبا استاذي. هو منين كنصيبوا الاغذيه المخمره يعني مثلا في الموسم ديالها وبقاو عندنا مثلا بقات عندنا اغذيه في قراعين صايبين يعني ما تناولناهمش في ديك الوقيته وبقاو واحد المده، واش ممكن نتناولوهم في غير الموسم ديال ديك الخضار؟ مثلا صايبنا دابا السرجل وبقى عندنا حتى خرج الوقت ديالو، واش نقدروا نتناولوه من بعد ولا لا؟ لا السرجل واش عسلتيه ولا خليتيه غير هكاك؟ لا غير هكاك. مثلا انا عطيتك غير مثال، مثلا انا عندي مثلا الشوفلون، عندي هذا اللي شو مصيب وعندي الباربه، ولكن ما كنخاف لا ما كانوش في الموسم ديالهم، واش نقدر نتناولهم من بعد ولا لا واخا ما يكونوش في الموسم ديالهم؟ مرحبا نجاوبك ان شاء الله. ديالي استاذي الله يخليك، ما كرهناكش تصاوب لينا شي جدول فيه الخضر الموسميه ديال العام كامل باش يبقى عندنا، وفين ما نجي نخرج نتقدى يعني نكون عارفه ومتاكده من الخضر اللي غناخذ واللي ما غاديش ناخذ. والله يجزيكم بخير استاذي، نهاركم مبارك. مرحبا. نعم فعلا اختي سكينه، الموضوع ديال البارح كان حول التغذيه وعلاقتها بالدوره الشهريه والام الدوره الشهريه، باش يفهموا المستمعين جميع المواضيع ممكن يهضروا فيها بزاف ديال التخصصات. والجميل جميل اجمل ما كاين في موضوع مواضيع ديال التغذيه وانها يمكن اي موضوع واي تخصص ممكن انها تكون فيه المقاربه الغذائيه. البارح هضرنا على التغذيه وعلاقتها بالدوره الشهريه. بالنسبه للسؤال ديال السيده، مي تكون خلال الدوره الشهريه واش تقدر تمارس الرياضه، شنو المانع؟ يمكنش يكون مانع. المانع اللي ممكن يكون وفي حاله ما اذا كانت الحاله الصحيه ديال المراه ما كتسمحش. علاش؟ لان قلنا كتكون انتفاخات، كتكون بعض ماشي ديما، هذه ماشي طبيعي، ده غير طبيعي، كتكون الام، كتكون الام اسفل الظهر. اما اذا ما عندكش هاد الموانع هادو، ما بالعكس بالعكس، يعني كنعرفوا باللي هضرنا على لابيليتي اللي هضرنا عليها، هو ان المراه كيكون عندها واحد النفسيه شويه تقدر تمشي من انها كتضحك تعصب مباشره، يعني الجانب النفسي كيكون يعني شويه حساس، وبالتالي ما يدخلش تمارس الرياضه غيطلع لك لوندورفين، ولوندورفين كنعرفوا انه هو اللي اونتي ديبريسور، هذه معروفه يعني في الوسط العلمي. فما كاينش مشكل، ما كاينش مانع ابدا ان المراه خلال هذه المرحله تمارس ماشي غير الرياضه، الحياه العاديه ديالها كامله. النقطه الثانيه فيما يخص جدول الموسميه، جدول الموسميه في المغرب صعيب. علاش؟ حيت عندنا المغرب تبارك الله واحد التنوع. نعطيكم مثال بسيط، مثلا إلا بغينا نصوبوا جدول الباكور، الباكور فوقاش كتوجد في المغرب؟ كينا الباكور ديال شهر 5، وكينا الكرموس ديال شهر 8، وكينا الكرموس ديال شهر 10. دابا مي غنشدوا التين فين غنحطوه؟ واش 5 واش 8 واش 10؟ حنا شنو قلنا برنامج الصحة والسلامة؟ قلنا كل مرة، راه إلا لاحظتوا الشهر اللي داز راه هضرنا على الأغذية اللي في الموسم ديالها، كل مرة دخلوا أغذية جداد غادي نهضروا عليهم، وهذا وعد وعدنا المستمعين، وراه كل مرة كنشيروا ليه. لأن يعني الجدول راه ماشي سهولته ولا الصعوبة ديالو في السهولة ديالو. علاش؟ إلا مشيتي شي دولة راه اللائحة باينة تقدر. أما المغرب، المغرب صعيب. علاش؟ لأن يعني عندنا تنوع جميل جدا، وبعض المرة الحاجة كتوجد هنايا عاد كتوجد هنايا. مثلا خصنا نديروا جدول، مثلا فوقاش يكون داك الشيء فيابل، كل مدينة خصنا نديروا لها الجدول ديالها. ما على العموم، على العموم دابا الخضر ديال الصيف راه سالات، مطيشه السنفله الدنجال، الا كانت راه يكون الاخر مع هذه الحراره دابا شويه سخن الحال غتكون. اما مي كطيح الشتاء راه مطيشه ما كتبقاش، الدنجال ما كيبقاش، الحاره غادي يسالي. اش غيبدا دابا؟ غيبدا اللفت بالانواع ديالو، السفرجل راه قرب يسالي، غادي يبدا الجلبانه، غيبدا الفول، غيبدا الخرشوف، غيبدا القوق. هذوما الاغذيه اللي غيكونوا واللي غيدخلوا دابا في هذا الموسم هذايا، والجزر كذلك، البطاطا الحلوه كذلك، هذو الموسم ديالها في هذه المرحله هذه. في الفواكه الجافه سيرتو كاوكاو، معروف هذه لا بيريود ديال كاوكاو، مي الفواكه الجافه ممكن يستهلكوها على طول العام ما كاينش مشكل. فهذه كاينه صعوبه في اننا نحددوا الموسم. علاش؟ لان كاين واحد يعني واحد المده اللي كتكون بين ان هذه الحاجه توجد هنايا او لا. بحال مثلا الزيتون، الزيتون راه كاين بعض مثلا الشيادمه وزان، راه كاين فرق بيناتهم، راه بعض المرات كتكون وزان سابقه والشيادمه معطله، بعض المرات كتكون الشيادمه معطله وزان، يعني فوقاش غنديروا حنا الشهر ديال الموسم. مي على العموم كاين واحد لانديس ديال مثلا القرعه، القرعه الخضراء دابا ماشي الوقت ديالها،
داكشي اش تلقى وديره 15 درهم 20 درهم 25 درهم. ما القرعه الخضراء دابا انا اصلا ما الانسان ما يدخلهاش للمنزل ديالو. علاش؟ انا ماشي وقتها. دابا كتوجد في لاسير، والحاجه مي كتوجد في لاسير راه حتى المذاق ديالو كيكون بدل. باش نكونوا واقعيين، الماطيشه اللي اون بلان ناتور ماشي هي ماطيشه اللي كاينه في اللي كاينه في لاسير. هذه مساله ديال من حيث لا كاليتي اورغانوليبتيك كاين فرق. فيما يخص الاغذيه المخمره او لي زاليمون لاكتو فيرمونتي، راه قريب ان شاء الله من يولي اللفت موجود وخيزو موجود، هذه غنديروا واحد حلقه على لي زاليمون لاكتو فيرمونتي. دونك الا كانوا باقيين لك الحاله يعني ديالهم باقيين جيدين، ما كاينش مشكل، ممكن اننا نستهلكوهم، ما كاينش مشكل تماما. غير هو مين نديروا ستوك، نديروا واحد الكالكول، ما يفوتش واحد المده باش انني دابا نيت دابا راه غيتسالى ستوك لي مثلا كاين اللي داير الشفرجل، كاين اللي داير بزاف ديال الاغذيه، مي دابا غيبدا مثلا اغذيه اخرى، القوق، جلبانه، الفول، الجزر، لي شول، الكور، الو غيبداو دابا غادي نديروا عاوتاني جينيراسيون اخرى ديال هاد لي زاليمون لاكتو فيرمونتي. اما الا كانوا في الحاله ديالهم عاديه السهل ما كاينش مشكل. مرحبا. مرحبا استاذ. نختموا باخر مكالمه لاله نجمه من تيزنيت. صباح الخير لاله. السلام عليكم السكينه. اهلا وسهلا، تفضلي. بخير لاباس؟ الله يجازيك بالخير. الله بارك الله فيك. انا كنت بغيت نسول الدكتور الحليمي. مرحبا. بغيت يعطيني الا كاين شي وصفه طبيعيه. انا عندي واحد المشكل فيما كنركب انا في الطوموبيل، كتجيني الدوخه بزاف وكنبقى كنرد. يعني عندي مشكل هكا، وجربت الدوايات ديال الفارماسيون ما عطاوني حتى شي نتيجه. واخا نوجهك ان شاء الله. نوجهك. مرحبا. مرحبا. من بعد ان شاء الله نديروا حلقه خاصه على الدوخه، الناس اللي كيركبوا في الكار، كيركبوا في السياره، اولا نوعيه السائق اللي كيسوق. هذاك السائق اللي كيسوق السياره مهم جدا في الدوخه ديال عباد الله. علاش؟ لان راه السياقه عندها فن. اللي كيليبراج في في, في 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 العجلات نعم، ولكن انت واش عندك اللي كيليبراج في السياقه؟ هذه من جهه. من جهه ثانيه اختي الكريمه، انا هاد الدوايات ملي كتقول الدوايات انا كندوخ ما عرفتش انا شنو قصدات بهاد الدواء. واخا مي شنو خاصك؟ ما فيها باس الناس اللي كيدوخوا ما فيهاش زورو لوغيل، سيروا عند اختصاصي في الانف والحنجره والاذن. علاش؟ لان بعض المرات كيكون الناس عندهم مشكل، لان حنا خصكم تعرفوا باللي عندنا كيف ما خوتنا البنايه يعني اللي كنحيوهم هذا المنبر اللي كيقوموا بعمل جبار في المجتمع ديالنا، عندهم واحد الميزان ديال الماء كيعتمدوا على واحد الفقاعه، كيشدوا الصور بنا الصور باش يعرف داك الصور واش مقاد ولا لا، كيحط فيه واحد الميزان كيشوف داك الفقاعه خاصها تكون في الوسط. راه نفس الميزان عندنا في الاذنين ديالنا، في الاذنين، وبالتالي كاين اللي بعض الناس عندهم بعض الخلل ما كيبانش في حاجه اخرى، كيبان ملي كيكون هذا يعني الانسان راكب، ولا هذا يعني كيكون الانسان كيتحرك. لان باش تركب في السياره راه ماشي سهله، لان جسمنا حنايا هذه شحال خصنا ماشي نشوفوا اليوم نشوفوا هذه شحال، راه ما كانش شي حاجه سميتها السياره. والجسم ديالنا الان دابا في واحد الوضعيه جديده، كاين الناس اللي ما قدروش يتاقلموا. فانا كنرجح يعني الفن ديال السياقه، الناس اللي كيصوبوا يعني الله يعطيكم الخير، ما بقاوش نديروا تهورات. الانسان هز معاه وليداته، ندير بعين الاعتبار انني وليداتي هزوا معايا، تكون السياقه رزينه كما كنقولوا، ويكون واحد الحكمه في السياقه. سينو اختي الكريمه ممكن تشوفي واحد كونسلتاسيون على ود الاذن، لان يعني بعض المرات كيكون هذا المشكل في الاذن كيعطينا هاد المشاكل هذه. وبالمناسبه الناس ديال تيزنيت الله يعطيكم الخير، انا اشجع مدينه تيزنيت باش تحافظ على ثقافه الرابوز. خصكم تعرفوا بلي الرابوز المغاربه كلهم كيعرفوه، الرابوز راه بقى تيزنيت بوحدها اللي كتصوبوا في المغرب كامل. وسبحان الله انا كنقول هذه اللي صوب الرابوز سبحان الله كيعرف الجهاز التنفسي كيفاش خدام بدقه. علاش؟ لان لاحظوا كاينه واحد الثقب وكاينه واحد الجلده كيديرها، مي كتدخل الهواء كتحل ومي كتسدو كتسد. وسبحان الله هذيك الطريقه اللي كيتنفسوا بها الرئه ديالنا حنايا، وبالتالي سبحان الله واحد عجيب جدا كيفاش الصانع المغربي صوب هذاك الرابوز. فالرابوز ماشي باش نديروه الفخر، عيب باش نشوفوه باش نذكروا الاجداد ديالنا. فالله يعطيكم الخير مدام الاخت اتصلت من تيزنيت، نتمنى ان شاء الله تكون مبادره في المحافظه على هذا الرابوز، هذا الرمز المغربي ديال الاصاله المغربيه اللي دائما ننادي بها. ولنا ان شاء الله في المستقبل لنا عوده لهذه الثقافه، سنعود اليها ان شاء الله، فقط تكون واحد الاراده، لان هي الماضي ديالنا وهي الحاضر وهي المستقبل. ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، الوقايه خير من العلاج.
شكرا جزيلا لك استاذ، واللقاء اكيد متجدد بك باذن الله الاسبوع المقبل، وجمعه مباركه. كان معنا استاذ محمد احلمي اخصائي في التغذيه. شكرا لك سعيده عقال رفقتين اليوم في الاخراج، واستقبل المستمعين هشام ابو زروال في الحلقه. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طبي الم